ازيكو؟ النهارده هنتكلم عن ازاي ننظم وقتنا في الفترات اللي ما بين الامتحانات اللي هو شهر الامتحانات. الشهر ده بيكون من الشهور المهمه جدا ان انت لو ركزت فيها بتجيب درجات عاليه. ازاي؟ اول حاجه ان احنا لازم قبل الماده معينه نجمع كل الورق الخاص بالمواد بتاعتنا، مثلا لو انت بتذاكر من ورق كورس او حاجه انت عاملها بايديك ملخصات، او مثلا بتذاكر من محاضرات، لازم تجمع كل المحاضرات او كل الحاجات الخاصه بالمواد علشان في الفتره دي ما تقعدش تدور او تجمع الحاجات والمحاضرات. لا، الفتره دي بس بتاخدها في ان انت بتراجع، فما تضيعش وقت، لكن ضيع الوقت ده في المراجعه، تمام؟ ما تضيعهوش في ان انت تدور على الحاجات. تاني حاجه، بعد ما ترجع من الامتحان يا ريت تدي نفسك سبيس شويه، يعني ما تبدأش على طول في الماده اللي بعديها، لا ارتاح. لو عاوز تخرج بتخرج، او لو عاوز تنام بتنام، تمام؟ بعدين لما تقوم بقى ولما ترجع تبتدي في الماده الجديده بالليل او تاني يوم الصبح، مفيش مشكله، تمام؟ طيب نعمل ايه بقى؟ انت عندك ما بين كل امتحان وكل امتحان عندك فيه حوالي 4 ايام، لان الفاينل بيكون مريح جدا عن الميد. الميد بيبقى الامتحان يوم ورا يوم على طول، لكن في الفاينل بيدوك مساحه كافيه، فالوقت ده بيكون مهم جدا ان انا نستغله صح. نعمل ايه؟ عندك مثلا 4 ايام، تمام؟ مثلا لو قلت ان انا بعد 4 ايام همتحن ماده المحاسبه، مثلا ماده المحاسبه فيها 6 شابترز، فيها 6 شباتر، تمام؟ بعمل ايه؟ اول حاجه اول وتاني وتالت يوم احاول اخلص فيهم الماده كلها، بحيث رابع يوم اللي هو ليله الامتحان يعني اراجع بس، ما ذاكرش اي حاجه جديده، تكون مراجعه بس. يعني مثلا لو انا اقسم ال6 شباتر على 3 ايام الاولانيين، هقسم مثلا شابترين شابترين شابترين، يبقى كده المنهج كله خلص، واخر يوم هسيبه فاضي ده بس ان انا اراجع فيه، ولو في مثلا مساله ما كنتش شايفها قبل كده او اي حاجه اقدر اراجعها، تمام؟ ما تزنقش نفسك في الاخر، وان شاء الله كلنا نجيب درجات عاليه وربنا يوفقكم. شكرا جدا، اتمنى تكونوا استفدتوا، اشوفكم الفيديو الجاي.